السلام عليكم يا شباب، النهاردة هنتكلم على الـ Precipitation Titration، وده عندك في الكتاب Lab 7. الـ Precipitation Titration اللي بيبقى فيه ترسيب لفضة لسيلفر بيتسمى دايما أرجنتومتري، تمام؟ فتعالى كده نشوف الـ Outlines اللي احنا هنشتغل عليه. أول حاجة هنعرف إيه هو الـ Precipitation Titration، وبعدين هنتعرف على الـ Reaction اللي بيحصل معانا احنا بالذات خلال التجربة، وبعد كده هنعرف ايه الهدف منها وايه الـ equipments اللي هنستخدمها. الـ sample اللي هتكون عندي هتكون من ايه بالظبط، الـ indicator اللي احنا هنستخدمه ايه، والـ experimental procedure اللي هو خطوات الشغل العملي. وبعد كده هنشوف فيديو بيوضح التجربة عاملينه احنا في المعمل، وآخر حاجة هنشوف سؤال على التجربة دي والreferences اللي احنا استخدمناها. للdefinition ايه هو الprecipitation titration؟ هو التيتريشن اللي بيحصل فيه تفاعل بينتج عنه ايه؟ روسب. يبقى هو بيحصل ما بين الانالايت والتيترنت. الانالايت ده المادة اللي انا مش عارف تركيزها، والتايترنت هو السولوشن اللي انا عارف تركيزه، تمام؟ يبقى هو تايتريشن بيحصل ما بين طبعا مادتين، واحد فيهم انا عارف تركيزه والتاني لا، ولكن بقول ان هو ايه بينتج عنه عمليه ايه بريسبتيشن او تكوين رسب، تمام؟ طيب ايه الرياكشن اللي احنا هنتعامل بيه؟ هو رياكشن بسيط قوي ما بين صوديوم كلورايد سولوشن مع سيلفر نيتريت سولوشن، بيتفاعلوا مع بعض يدوني سيلفر كلورايد سوليد وصوديوم نيتريت اكو سولوشن. التجربة دي ممكن استخدمها في ايه؟ يا اما علشان اجيب تركيز السيلفر باستخدام برايمري ستاندرد سولوشن زي الصوديوم كلورايد، يبقى الصوديوم كلورايد لو حضرته بدقة هيطلع تركيزه مظبوط، تمام؟ او ممكن اعمل العكس بقى، ان انا لو عندي سيلفر سولوشن انا عملت له ستاندردايزيشن قبل كده، يعني السيلفر نايتريت هو للاسف مش برايمري ستاندرد، هو سكندري ايه ستاندرد، وبالتالي مهما اعمله بدقه غصب عني مش هيكون ايه مظبوط قوي، خلاص. المهم يبقى انا هعمل له ستاندردايزيشن، يعني هعمل له تايتريشن قصاد محلول معلوم التركيز، اطلع بيه التركيز بتاع السيلفر نايتريت، وبعدين كده السيلفر نايتريت جاهز، انا عرفت تركيزه اقدر استخدمه في اني اطلع التركيز بتاع الكلورايد الموجود، تمام. ايه الهدف بقى من التجربه اللي احنا هنشتغلها؟ هنعمل حاجتين. اول حاجه ان انا هعمل ستاندردايزيشن للسيلفر نايتريت لان هو سكندري ستاندرد سولوشن، تمام، باستخدام 0.01 نورمال ان اي سي ال، تمام، وهو برايمري ستاندرد ايه سولوشن. يبقى هعمل تايتريشن ما بين الصوديوم كلورايد والسيلفر نايتريت، الهدف منه اني اطلع تركيز السيلفر نايتريت المظبوط، وبعدين هعمل ديترمينيشن للكونسنتريشن بتاع الانون سامبل اللي من الصوديوم كلورايد، تمام. معايا عينه من صوديوم كلورايد انا مش عارف تركيزها ومطلوب اني اعرف تركيزها، فهفاعلها مع السيلفر نايتريت وبكده اقدر اعرف ايه تركيزها، بس لازم طبعا اكون جبت تركيزه هو الاول وعملت الخطوه الاولى بتاعه الستاندردايزيشن، وبعدين استخدمه في اني اعين تركيز السامبل، تمام. الادوات اللي بنستخدمها زي اي تايتريشن هحتاج البيبات، البيوريت، الكونيكال فلاسك، الفانل، والووشنج باتل دي اللي احنا بنشطب بيها فيها المايه المقطره. السامبل زي ما قلت لك ان السامبل هتكون صوديوم كلورايد سامبل. طيب تعال نشوف الانديكيتور. الانديكيتور هو اول واحد اللي هو مور انديكيتور، ده بيكون بوتاسيوم كروميت سولوشن، تمام. وفكره عمله ايه؟ انا بيبقى عندي دايما بحط فوق في البيوريت السيلفر نايتريت وتحت بيكون الصوديوم كلورايد سولوشن. فكره عمله ايه؟ طول ما السيلفر
اللي بينزل من فوق بيتفاعل مع الصوديوم كلورايد بيديني سيلفر كلورايد، هو هيبقى لونه اصفر، ولكن هيبقى اصفر مبيض شوية علشان بدأ يتكون الراسب بتاع الـ AgCl اللي لونه ابيض. تمام، يعني هنا كلير في الاول خالص، هنا بدأ يبقى في زي نوع من العقارة كده نتيجة تكوين السيلفر كلورايد. تمام، طيب لو نزل سيلفر زيادة عن العينة، طالما السيلفر اللي نازل ده ملقاش كلورايد يتفاعل معاه ويدينه أو يحوله لسيلفر كلورايد، ساعتها هيعمل إيه؟ هيتفاعل مع الكروميت اللي هو الانديكيتور ويديني سيلفر كروميت لونه أحمر. تمام؟ فأنا هنا أثناء التايتريشن الأول أصفر شفاف، وبعدين قلنا أصفر معكر شوية نتيجة وجود السيلفر كلورايد معايا، وبعد كده هيظهر عندي نبضات لونها احمر نتيجة ايه؟ ان السيلفر اللي نازل كان هيعمل سيلفر كروميت، وبعدين انا لما بقلبه بيلاقي كلورايد، فبدل ما يديني الاحمر يتفاعل مع كلورايد ويديني الايه؟ سيلفر كلورايد. تمام؟ لغاية ما نوصل لمين؟ للاند بوينت، بيكون اللون زي ما احنا شايفين كده مدي على برتقاني شوية، اللي هو نتيجة لتكون الايه؟ بدأ يتكون معايا حبة سيلفر كروميت، فعشان كده ايه؟ اللون اتغير معايا شوية. تمام؟ تاني انديكيتور عندي هو الفلوريسين انديكيتور، وده بيكون سولوشن من الفلوريسين اين، لونه في الأول أصفر مدر شوية زي الفسفوري كده، وأثناء التجربة بيبدأ يتكون الـ AgCl فيبدأ يعكر معايا كده. وبعدين عند الـ end point إيه اللي بيحصل؟ بيديني لون بينك. اللون البينك ده جاي منين؟ جاي من عملية الـ adsorption بتاعة الفلوريسين على سطح الـ إيه؟ الـ precipitate. تمام؟ على سطح الـ AgCl precipitate. يبقى الراسب الابيض بتاع الاي جي سي ال بيتحول من ابيض لبينك نتيجه لتكون طبقه من الفلوريسين ايه علي. تمام، وده بيحصل فين؟ عند الاند بوينت. طيب تعالى نشوف خطوات التجربه اللي احنا هنعملها. اول نقطه كنا هنشتغل عليها هي ازاي اعين تركيز السيلفر نيتريت سولوشن. فاول حاجه هسحب 25 مللي من 0.01 نورمال صوديوم كلورايد باستخدام البيبات واحطهم في الكونيكال فلاسك، واحط عليهم الانديكيتور اللي هو ايه؟ مور انديكيتور او كروميت انديكيتور، واعمل ايه؟ شيكينج. وده لونه في الاول زي ما اتفقنا كان بيبقى اصفر. خلاص، بعد كده البيرات بتاعتي حمليها بالسيلفر نيتريت اللي انا مش عارف تركيزه، وهبدأ طبعا ايه؟ انزل من السيلفر نيتريت ده مع التقليب بتاع الكونيكل، كمل لغايه ما يظهر عندي ايه؟ اللون الاحمر اللي احنا اتفقنا عليه بتاع السيلفر كروميت. طبعا ما بستناش ان الاحمر يبقى احمر قوي، لا ده هو مجرد درجه الاورنج الاولانيه دي. وكده انا وصلت للاند بوينت، فباخد القرايه من على البيرت، ودي هعتبرها ايه؟ V1. بعد كده هعيد نفس التجربة مرة تانية بس باستخدام المرة دي الفلوريسين انديكيتور، واستنى اللون بتاعه برضو في البداية بيكون قلنا جرين الشيالو اللي هو الأصفر المخضر أو الفسفوريك. تمام، وهنفضل نعمل تايتريشن لغاية ما اللون يتحول إيه للبينك، وأقرأ من على البيرت القراية التانية. وبعد كده انا كده عملت مره بالانديكيتور ده ومره بالانديكيتور التاني، هعمل ايه؟ هجيب المتوسط بتاع الفوليوم. خلاص، يبقى V1 و V2 واقسمهم على 2، اجمعهم على بعض واقسمهم على 2، واطلع النورماليتي بتاعه السيلفر نيتريت من NV بتساوي NV. N بتاعه السيلفر نيتريت انا عايز اعرف الفوليوم بتاع السيلفر نيتريت، ده اللي هيكون الافريج بتاع اللي نزل من السحاح او من البيوريت، افريج بتاع البيوريت. نورماليتي صوديوم كلورايد انا مديها لك فوق اهي 0.01،
فوليوم الصوديوم كلورايد هو 25 مللي اللي انا كنت حطيتهم في الكونيكال فلوسك. الجزء الثاني من التجربة ازاي بقى اعين التركيز بتاع صوديوم كلورايد سامبل. اول حاجة هنعملها هناخد 25 مللي من الصوديوم كلورايد سامبل باستخدام البيبات واحطها في الكونيكال فلوسك، واحط عليها الانديكيتور اللي هو مور انديكيتور وابدأ اقلب. بعد كده حملي البيرات بالسيلفر نايتريت باستخدام الفانل اللي هو الأمة، وبعد كده وابدأ انزل من البيرات واحدة واحدة لغاية مع التقليب طبعا لغاية ما يبدأ ايه اوصل للاند بوينت واللون يحمر معايا شوية، يبقى كده ايه عشان احنا كنا بادين بمور انديكيتور او كروميت انديكيتور فبيحمر شوية، يبقى انا كده ايه وصلت الاند بوينت واقدر اقيس القرايه بتاعتي او الفوليوم اللي نزلته من البيوريت. هعيد نفس التجربه مره تانية باستخدام الفلوريسين انديكيتور، واول ما اوصل للاند بوينت برضو يعني اللون الفسفوريك ده يتحول للبينك هاخد القرايه التانيه من على البيوريت. بعد كده هجيب الافريج فوليوم او المين فوليوم اللي هو مجموع الاثنين فوليوم وبنقسمهم على اتنين، وأعوض بقى في القانون بتاع ان في بيساوي ان في. عندنا ان بتاعت السيلفر نايتريت احنا جبناها من التجربة اللي فاتت، الفوليوم بتاع السيلفر نايتريت هو الافريج اللي نزل من البيوريت، النورماليتي بتاعت ال NaCl ده اللي انا عايز اعرفه، فوليوم ال NaCl سامبل انا كنت اخد منها 25 مللي تمام، وبالتالي خلاص مفيش مشكلة أنا بعوض هنا وأطلع النورماليتي بتاعت الصوديوم كلورايد سامبل. دلوقتي هنشوف مع بعض إزاي بنعمل التجربة بتاعت السيلفر نايتريت مع الصوديوم كلورايد. التجربة دي هدفها يا إما إني أجيب تركيز الكلورايد اللي هو الصوديوم كلورايد، يا إما إني أجيب تركيز السيلفر اللي هو السيلفر نايتريت. تمام؟ الأول بما إن السيلفر نايتريت ده secondary standard solution علشان كده لازم الاول احضر محلول من الصوديوم كلورايد انا عارف تركيزه، هيكون primary standard يعني انا واثق في تركيزه واستخدمه في ان انا اعاير بيه مطارات الايه الفضه اللي هو السيلفر نايتريت. تمام؟ وبعد كده بعد ما اعرف تركيز السيلفر نايتريت هستخدمه واعاين بيه التركيز بتاع عينه من الصوديوم كلورايد. نبدأ زي كل مرة، ده الصوديوم كلورايد هسحب منه 25 مللي، بعد ما بنحط 25 مللي بحط الانديكيتور. انواع الانديكيتور اللي عندنا في التجربه بتاعت البريسبتيشن تايتريشن دي حاجتين، في الكرومات والفلوريسين، كرومات وفلوريسين. هنبدا دلوقتي بالكرومات، لونه في الاول اصفر حط حوالي 5 نقط. اللون الاصفر ده المفروض ان هو هيتحول هيحمر لما نعدي الاند بوينت، فانا اول درجه اورنج موجوده عندي اللي هو ما بين الاصفر وما بين الاحمر هبدا اوقف. بيبدأ يدي نبضات حمراء ولما بقلب بتروح. طالما بتروح يبقى لسه ما وصلتش للاند بوينت.
هيبدأ اللون يتحول معايا لإيه؟ لبرتقاني. فبوقف كده، خلصنا أول تجربة وهشوف القراية عندي قد إيه. هعمل نفس التجربة مرة تانية باستخدام الفلوريسين. ميه مطرة هنسحب برضو 25 مللي من الصوديوم كلورايد اللي انا عارف تركيزه، تركيزه ب 0.01 لون، يعني 1% لون. بالنسبة للفلوريسين ما بيحطش نقط كتير. لونه فوسفوريك زي ما انت شايف كده. نملي السيلفر نيتريت مرة تانية للصفر. نبدأ نضيف. المفروض ان هنا لما بوصل للاند بوينت بيتكون على الراسب طبقه من الفلوريسين وبيقلب لون الراسب من ابيض لبينك، لان الراسب بتاعنا المفروض راسب ابيض اللي هو السيلفر كلورايد. فانا بالنسبه لي اللي هشوفه ان اللون ده هيبدا يظهر فيه درجه بينك، فبدل الاصفر ده هيبقى مدي شوية على الأوروج. هو بدأ يديني البينك على طول، واضح؟ لو رفعناه كده هنلاقيه بقى هيبدأ يكوم تحت، بدأ يبان عندك. دي الحبيبات بتاعت الراسب بعد ما بقى لونها ايه؟ بينك، نتيجة لان هي عملت حصل ادزوربشن للفلوريسين على سطح. المفروض الجزء التاني بقى من التجربة نشوف ادواتنا ونعمل نفس الكلام مع عينة من مين؟ من الصوديوم كلورايد اللي غير معلومة التركيز. ما بتطرق
يلا نسحب العينة 25 مللي. طبعا بعد كل مرة بسجل القرايات اللي عندي. نبدأ برضو بالكمال. من السيلفر نايتريت المفروض بحب استخدام الحجم اللي انا جبته اعوض في ان في بتساوي ان في واطلع التركيز بتاعي. اللون في الأول أصفر زي ما اتفقنا، الأول بنزل بريد سريع لغاية ما يبدأ يظهر عندي النبضات اللون كده اللون اتغير وبقى مايل للبكتور. نعيد نفس التجربة ولكن بالانديكيتور التاني. هنسحب 25 جنيه من العينة طبعا بعد ما اسجل دلوقتي. نحط عليهم بقى الفلوريسين ده نقطتين كفايه. اهو اداني اللون الفسفوري عاملي السيلفر مره تانيه بالصفر عشان اسهل على نفسي بس القرايه.
لغاية ما اوصل للايه؟ للون البينك ده زي ما حصل المرة اللي فاتت. تمام؟